احنا واخدين الغذاء كمثال، بس هو واقع الامر وكل كل حاجه كل حاجه كل حاجه صح يا باشمهندس، يعني كل حاجه حصل فيها ارتفاع شديد في في الاسعار، الاسعار مش كده؟ صح، انتوا السبب مش كده ولا ايه؟ صح، احنا السبب. صح، ليه بقى احنا السبب؟ ليه اقول لحضرتك ليه بقى انتوا بتعملوا كده؟ احنا عايزين نعرف ما معنى كلمة غلاء. ما معنى كلمة غلاء؟ ان بضائع غليت بطريقة مبالغ فيها في زمن قصير بدون اسباب مبررة للناس كتير مش عارفاها. لا خليني اشيل الحته الاخيره واقول بضائع غليت بشكل كبير في فتره قصيره مثلا، اوكي، بس كده. طيب تاكيدا لكلام حضرتك، كلام الحاج حسين واستاذ علي بخصوص الاكل والشرب، ده كلام هم زي ما بيقولوا كده ايه، اوعى مني كتير في موضوع الاكل، في موضوع الخضار والكوسه والبصل لكن احنا بنتكلم ان برضو الريس زي ما هو استاذ حسين بيقول ان هو برضو مستهلك، ما هو برضو بيخلص شغله وبينزل بيجيب مثلا هدوم، بيجيب ادوات كهربائيه، بيجيب ادوات منزليه، برضو وعربيات مستورده حس برضو ان هو واملاك وحاجات كده يعني فندم، هو برضو مستهلك، هو برضو صح مستهلك وحضرتك مستهلك وانا مستهلك، صح ففي حاجات احنا شايفين ان هي زياده انفجرت في الاسعار، صح فكده في غلاء. صح صح, صح. طيب احنا بنقول بقى اول حاجه احنا ايه، يعني مثلا نتكلم على الاستيراد، وانا زي ما قلت لحضرتك في الفصل ان انا يعني محسوب على المستوردين جامد، فهقول لك المستورد بيحسب ازاي وبعد كده تكلفته ازاي عشان توصل لمرحله ان انت تشتري كوبايه، الكوبايه دي فاضيه ب 100 جنيه، هي كانت في الاول ب 20، طب ما بقت ب 100، طب هي بقت ازاي كده دكتور اسامه؟ اقول لحضرتك احنا عندنا دولار، وهبتدي بالدولار، عندنا تكلفه شحن، عندنا تكلفه خامه، عندك شروط حضرتك خاصة بالاستيراد، يعني هي مش تعجيزية، هي شروط بتنظم العلاقة الاستيرادية، اللي هي زي موضوع ان انت تجيب الاعتماد، شهادات من المصانع، الشهادات والاعتمادات المستندية وحاجات كتير خاصة ان هي تخلي المستورد ان هو دلوقتي يجيب البضاعة ويعرف يعمل دورة والتانية والتالتة الخاصة برأس المال. طيب دلوقتي حاجة زي ما حضرتك قلت الدولار كان ب 18، النهارده ب 30 90، هنتكلم على كان ب 19، كان 19 النهارده بقى ب 31، وهنتكلم على المعلن مش هنتكلم على السوق الموازي، للعلم ان كلنا عارفين السوق الموازي فيه ايه. طيب البضائع زادت ب 100 و200%، انا اقول لحضرتك هي زادت 100 و200% ليه؟ ان المستورد مش عارف هيجيب امتى بكام ويبيع ازاي ويجمرك ازاي وينزلها للمستهلك ازاي ويقبض العمال اللي عنده ازاي والتزاماته، بس هو في الاخر خالص مش هيسعرها غير بعد ما تكون جات له، جات له ووصلت وعرف تكلفتها، او ما هقول لحضرتك على مش حاجه، هيسعر وهي في لسه في الهوا. لا طبعا هيسعر امتى؟ لما تخش دخل على مخزنه بالظبط عشان يعرف يحط الفاينل كوست، هو عارف التكلفه بالظبط عشان يحط تكلفته. لكن دلوقتي طول ما في ضبابيه في سعر الصرف، طول ما انا كمستورد انا مش عارف احط تكلفتي كام. ايوه بس انا عرفت تكلفتي اول ما الكوبايه دي دخلت مخزني، عرفت ان انا دفعت فيها دولار، والدولار ده انا ما دفعتوش ب 30.84 زي ما البنك، دفعت فيه 40، وعرفت ان انا دفعت الرسوم كذا، فعرفت ان هو في الاخر خالص كلفني 60 جنيه كويس جدا، وهحط عليه هامش ربح بتاعي 20% يعني ايه، فبقى 12 جنيه فوق ده، فبقى 2، فانا عرفت تكلفتي خلاص. الدولار اللي هو دخله ده يا استاذ اسامه كان بكام؟ لما وكان إيه؟ بكام؟ لما يعني إيه؟ دخل لما الكوبايه دي دخلت المخزن دولارها بقى بكام؟ ب 30. المحطة اللي قبليها كانت بكام؟ كانت ب 19. حضرتك قعدت فترة كبيرة المستوردين واقفين، انا اشتريت ده بكذا، ولا هو بيعوض خسائره؟ لا هيعوض خسائره، ولا يعني ولا التكلفة هتتضرب اكتر من كده بمراحل. اللي ملجمه في كده، بس اللي حضرتك بتقوله ده معناه انه بيعوض خسائره. لا بيعوض ليه؟ ده انا مش ضامن اللي جاي جاي امتى. وعندي حاجة تاني، ما هي الدنيا حوالين المستورد بتزيد، ايجاراته بتزيد، مرتباته بتزيد، التزاماته بتزيد. النهارده بينزل يشتري الطماطم بكام، بيشتري الفراخ بكام، بيشتري البيض بكام، بيشتري العيش بكام؟ طب هو هيعمل ايه؟ هيحط من جيبه؟ مستحيل طبعا. لا هو مش هيحط من جيبه، بس هو احنا كل واحد فينا واضح ان هو بيحط من جيبه عشان خاطر التاني خايف من الاولاني، والاولاني خايف. دكتور اسامه احنا بنبرر موقف، مش جايين نقول انا غلطان، الدكتور علي غلطان، دكتور اسامه غلطان، متى بريء. لا احنا مش جايين نغلط بعض، احنا جايين نفهم المستورد سعر ازاي، صح؟ تمام. مش هينفع حضرتك تقول لي لا انت غلط، كلنا ده واقع. ما هو فندم هي منطبق علينا كلنا، من اول اللي بيأجر
المخزن او المكتب لغايه أو اللي بيزرع لغايه اللي بيزرع لغايه